قريبين، وكل كريسمس كده لازم نعمل حاجات حلوه مختلفه تتقدم في سفره الكريسمس. دايما في تجمعات الكريسمس بيبقى في حاجات ضخمه بنعملها، يا ديك رومي يا روستو يا فراخ مشويه تبقى كامله، يعني لازم نبقى حاطين كده حاجه على السفره تبقى شيك وتبقى بتملى السفره بتاعتنا. الوقت الجاي عايزين نعمل مع بعض كذا وصفه تكون مناسبه للكريسمس والاعياد اللي جايه كلها وللناس اللي هتفطر، وبرضه هعمل وصفات صيامي عشان نبقى في وقت الصيام عندنا وصفات صيامي، وقت الكريسماس عندنا وصفات تنفع تتقدم في سفرة الكريسماس. دايما سفرة الكريسماس بيبقى لازم فيها يا ديك رومي يا فراخ يا لحمة مشوية يا ريش، حاجات تكون جامدة كده كبيرة جنب حاجات مقبلات كتير نملى بيها السفرة بتاعتنا. النهاردة أنا عندي دجاجة مشوية مختلفة شوية عن الدجاج اللي احنا بنعمله عامة، مختلفة في تتبيلتها، مش في حجم الدجاجة مش في الصوص بتاعها، حاجة مختلفة شوية. دايما بنتبل الفراخ يا بطماطم يا بصل يا توم يا زعتر مع شوية زيت. النهاردة بقى هنعمل حاجة روستد بالزبدة، فراخ أساسها ان هي بالزبدة. الطريقة دي بيستخدموها للديك الرومي، لما جربتها للفراخ طلعت حلوة جدا، والفراخ أسهل من ديك الرومي، وكمان مش كل الناس بتحب الديك الرومي ومش دايما بنلاقيه وهو مكلف. هعمله برضو في حلقة من الحلقات، بس عايز أعمل معاكم الأول الفراخ. الفراخ حلو قوي انه نتبلها بالزبده لان هي بتبقى اصغر من ديك الرومي، بتشرب الزبده جامد قوي وبتعملها طبقه حلوه قوي من فوق. الزبده بتنزل تحت تطري الجلد بتاع الفراخ وتدخل جوه الانسجه بتاعتها جوه، وبحشي بقى الفراخ من جوه بخضار بفريك برز بمشروم ببصل حسب انتوا عايزين تحشوها ايه. انا هحشيها النهارده خضار علشان لو انا عامله عزومه مثلا اعمل 10 فرخات، لو عزومه كبيره تبقى فراخ كده كتير مع بعض، وفي نفس الوقت اعمل معاها شويه مقبلات تملالي السفره بتاعتي ومحتاجش جنبيها ولا ديك رومي ولا لحوم ولا اي حاجه. فعايزين نعمل مع بعض النهارده الدجاجه الكامله بالزبده المشويه، وهنشوف مع بعض ازاي نتبلها وازاي نغسلها وازاي نحشيها ونحشيها ازاي، وازاي تطلع تسويتها من فوق كريسبي من فوق واخده اللون الذهبي الحلو ومن جوه طريه وحلوه. يلا بينا نعملها مع بعض ونعمل احلى سفره للكريسماس ممكن تتعمل، حاجه دافيه جدا وجميله. عندي دجاج المشوي بالزبده، هستخدم له دجاج صغير يعني عشان نعمل عدد كبير، مش عايزه تجيب الدجاجه الكبيره جدا علشان دي مشويه، ودايما المشوي مش زي السلق ما بيحبش الحاجه اللي طعمها الانسجه بتاعتها كبيره. كل ما الدجاجه بتصغر كل ما الدجاجه بتطلع طعمها احلى وشرب التتبيله احلى، ودي تتبيله عباره عن زبده مفيش بصل مفيش حاجة تعمل طعم قوي. فعايزين نختار دجاج صغير علشان يشرب الزبدة على طول. تتبيلة بتاعتي هحتاج رباط سلك او رباط فويل، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس طبعا رباط السلك بيخلي الدجاجة تمسك في نفسها جدا، تطلع ماسكة نفسها فيطلع شكلها زي بتاعت بر. التتبيلة بتاعتي كوب زبدة، عصير ليمون، روزميري، مكعب مرق الدجاج، ملح، فلفل، جنزبيل، فريش قرفة، 7 بهارات. دي التتبيلة بتاعت الزبدة اللي هتبل بيها الزبدة. هحشي الحشوة بتاعت الفراخة، عندي بتاعت الفراخ بصل مفروم، ثوم مفروم، جزر، كوسة، مشروم، ملح، فلفل، روزميري. هقدم ده مع بطاطس صغيرة جدا اللي هي البيبي الصغيرة، وكمان جزر صغير هشويه مع زيت زيتون والروزميري، الاتنين دول هشويهم كده. هبتدي اول حاجة اعملها، بصوا بنجيب الفرخة زي ما انتوا شايفين اهي الفرخة بتاعتي، بجيبها المفروض ان انا اغسلها كويس قوي في الاول بالملح والخل، ادعكها كويس جدا مخليش فيها اي دم، وبعد ما ادعكها كويس جدا اشطفها واصفيها. وبعدين لو عايزين تقتل اي زفارة فيها هاتوا قشر ليمون او عصير ليمون، يا ده يا ده، وروحوا ادعكوا بيها الفرخة من كل الجوانب من جوه ومن بره وكل حاجة علشان يطلع الطعم بتاعها مفهوش اي زفاره. مهم في الفراخ، يعني انا في اماكن بره بدوق فيها الفراخ بتكون التتبيله حلوه قوي بس فيها طعم زفاره، او فيها مثلا من جوه نلاقيها مستويه حلوه قوي من بره مستويه حلوه قوي بس اول ما نفتح نلاقي دم مثلا. فلما بنغسل كويس قوي تبقى لونها وردي كده وريحتها حلوه بتخلي التتبيله تطلع ريحتها، لكن لما بتبقى زفره بتبوظ التتبيله. فهنعملها ازاي؟ هنجيب خل وملح وهندعك بيها الفراخ كويس قوي، وبعدين نسيب باقي الخل والملح ونزود شويه ميه صغيرين ونسيبها 10 دقايق، ونحط مثلا واحده مستكه حبهان، نحط شويه حاجات تبهر منقوع الغسيل ده، احنا عايزينها فراخ ريحتها حلوه عشان مش هحط بصل، فانا عايزه الزبده تدخل عليها تبقى هي ريحتها حلوه.
هنقحها في الملح مع الخل مع الورق اللورة مع حبهان مع مستكة بالذات بتخلي ريحة حلوة جدا، مع معلقة سكر. نفس المنقوع الغسيل ده عملته قبل كده في البط، هسيبها فيه وبعدين هشطفها كويس جدا وبعدين أصفيها وبعدين أنزل بليمون أو قشر ليمون. قشر الليمون بيخلي كل الجلد يبقى ريحته من الزفرة نهائي. أدعكها كويس قوي كده بإيدي وبعدين أشطفها تاني وأصفيها وأتأكد إن هي نزلت كل المية بتاعة الغسيل وبقت ناشفة زي ما أنتوا شايفين كده، مفيش أي حاجة بتيجي في إيدي. بعد ما أصفيها أنشفها كويس قوي وأبتدي أحضر التتبيلة. الحجم ده أحسن حجم ممكن تجيبوها ليها، لو حد عنده بقى أوراك مقطعة أو صدور مقطعة على طول ومش عايز إن هو يعمل فرخة كاملة ممكن، بس دي بيكون شكلها حلو أكتر في المناسبات أو الأعياد، بتبقى حجم الحاجة لما تكون على بعضها بتكون حتى ريتش أكتر كده على السفرة بتاعتنا. هنبتدي مع بعض نحط الزبدة وحط فوقيها القرفة وحط فوقيها الفلفل. أنا هعمل كل التتبيلة في الكبة عشان عايزة الزبدة دي تبقى خليط كده مع التوابل كلها، مش هقعد أدعك الزبدة وهي مش جواها التوابل، عايزاها تكون خليط. وهحط ملح، مقدار الملح اللي أنا بستخدمه للفرخة، كل حد بيبقى عارف بيحط ملح قد إيه على الفرخة بتاعته اللي بيشويها. وعندي هنا مكعب المرقة بتاعت الدجاج تديني طعم أقوى للزبدة، وعندي الجنزبيل وياريت يكون فريش عشان طعمه يكون قوي. البودرة بيكون حلو بس مش زي الفريش أكيد. اللي هيخلي بقى الخليط ده يسيل كده مع بعض الليمون، وهيقتلي طبعا الزفارة بتاعت الفراخ كويس جدا. وعندي السبع بهارات دي بتكون هايلة جدا جدا في الفراخ المشوية. عندي الروزميري وهو ده الطعم الرئيسي للوصفة دي. اشيل بقى كل البولات دي. ممكن اديها شوية زيت صغيرين ينعموا معايا الزبدة شوية. طبعا اللي حابب يحط زيت زيتون برضو في الوصفة دي هيكون كويس. احنا بنضربها بس ندخل البهارات مع الزبدة، مش بنضربها علشان تسيح تبقى مية. انا بس بدخل البهارات، بدخل الحاجة في بعض وبخلي الزبدة تسيح، مش تسيح على النار، بخليها تسيح يعني تدوب مع البهارات. انا هطلع فاصل اطلع التتبيلة دي في بولة وابتدي اجهز ان احنا نتبل الفراخ مع بعض. بعد الفاصل ده على طول استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل وعندي الفراخ بتاعتي والتتبيلة اهي جاهزة، التتبيلة اللي هي بالزبدة. هشيل بقى الاشياء دي كده وامسك الفراخ وادعكها كويس قوي بالزبدة. اول حاجة هعملها اهي الزبدة بتاعتي، باخد جزء منها وادخلها جوه عشان لما احشي يبقى طعم بره زي جوه، بدخلها جوه كده احشي بالزبدة كويس قوي. بتكون كويسة جدا بقى انه لما تيجي الخضار اللي جوه يدخل يروح سايح مع الزبدة يعمل طعم طبعا هايل جدا. وبعمل كده بدعكها بيها كده من كل مكان كده لحد لما تبقى الطبقة عليها بالظبط. ندعكها كويس قوي. هي بتبقى طبقة تخينة كده، متقلقوش خالص لان هي هتدخل جوه هتسيح وهتعمل بقى تتبيلة هايلة جدا. بحتاج ان انا اسيب الفراخ دي ساعة قبل لما اشويها عشان تمسك في طعم التتبيلة البسيطة دي، تتبيلة خفيفة مش تتبيلة تقيلة. لما بيبقى احنا عاملين تتبيلة تقيلة دايما بنقول براحتكم، مش عايزين تحطوا تسيبوها شوية في التلاجة مفيش مشكلة، لكن لما تكون خفيفة كده لا لازم تسيبوها شوية علشان تاخد طعم الحاجة اللي هي محطوطة فيها. اعمل كده لحد
لحد لما احس ان هي كلها اتملت بالزبده بتاعتي. كده انا عملت الطبقه الخارجيه للفراخ. ابتدي دلوقتي اجهز الحشوه الداخليه. عندي الحشوة عبارة عن ايه؟ نبتدي نعملها مع بعض دلوقتي. الحشوة بتاعتي حشوة بسيطة جدا، بس دي حسب احنا بنحب ايه. ممكن حد يحب يحشيها فريك، ممكن حد يحب يحشيها رز مع الكبدة، ممكن حد يحب يحشيها مشروم مع بصل، براحتكم. لكن انا حابة تبقى ميكس خضار عشان لو تتقدم مع رز مع حاجة يبقى فيه حاجة كده جانبية نشويات حلوة. عندي مشروم فريش قطع ومش مقطعاه، بس جبته قشرته وقطعته نصين بس مش مقطعاه قطع صغيرة. وعندي بصل، البصل هيطلع لي ريحة حلوة جدا للفراخ كلها. عندي روزميري، وهنا بقى نقف عند الروزميري شوية عشان الروزميري هنا مينفعش اروح مبدلاه بزعتر وانا عاملة التتبيلة الرئيسية للفراخ بروزميري. مينفعش اروح محولة الطعم بدل انا اخترت الروزميري هو السايد في التتبيلة، لازم افضل مكملة بالروزميري. لو انا عاملة مع الزبدة زعتر يبقى جوه احط زعتر، لكن الاتنين مع بعض هيبقوا كتير. عندي فلفل اسود، وعندي ملح، وعندي توم. يبقى انا حطيت بصل، كوسة، جزر، فلفل اسود، ملح، توم، روزميري زي بره بالظبط. تمام كده، حط شوية زيت للتتبيلة دي عشان تدوب مع بعض كده. ممكن هنا حد يحط زيت زيتون عادي، ممكن حد يحط معلقة صويا صوص، حسب بقى انتوا بتحبوا الخضار مثلا السوتيه بايه. حطوا نفس الحاجة اللي بتبهروا بيها الخضار بتاعكم. اهو عملت له تتبيلة حلوة قوي ودخلت في بعض وسايلة. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ نيجي الاهم وقت في الفراخ كلها، وقت التسوية. ممكن حد يتبل الفراخ حلوة قوي بس يجي يسويها يعمل حاجات مش مظبوطة. ايه الحاجات اللي بنعملها مش مظبوطة؟ ان احنا في ناس ساعات بتسخن الفرن مع الفراخ، فالفراخ تدخل الفرن وتقعد تسخن معاه فالانسجة ما تتشدش. الفراخ هتدخل الفرن هنعتبرها كأنها ستيك، هتدخل الفرن وهو معمول على 180 او 200 حسب الـ يعني القوة بتاعت الفرن بتاعكم. لو فرن بيحرق وبيلسوع ندخل على 180، لو فرن مظبوط وعادي بيدخل الحاجة فيه بتتشد الانسجة بتاعتها بسرعة من غير ما تتلسوع وتعمل لون غامق ندخل على 200. ده بنقعد بيه لمدة نص ساعة، نشد الانسجة جامد قوي ونخليها تمسك في نفسها. بعدين بقى عايزة اطريها، عايزاها تهدى بقى، بروح مقللة 20 درجة. لو انا عاملة 200 بدخله 180، بقلل ل 180. لو انا عاملة 180 بقلل ل 160. بعدين ارجع في الاخر خالص، هي بتقعد حوالي ساعة لربع، من ساعة لربع لساعة. بنحط كده شوكة او خلة زي الكيك، لو لقينا مية طالعة في سوائل بتطلع يبقى هي لسه مش جاهزة، لقيناها طالعة سادة خالص كده يبقى هي جاهزة. اخر 5 دقايق بقولع الشوايه تديها اللون الذهبي الحلو، وانا اكيد عامله نسخه عشان اوريكم هتتعمل ازاي. انا كده حطيت فويل تحت،